اول حاجه نحتاجو فين هو داكشي اللي غادي نحتاجو مرايا اول حاجه نحتاجو. السلام عليكم، لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم مره اخرى معايا في القناه ديالي ازينوتيلا. اليوم جيت نشارك معكم واحد الحيل ديال الشعر خصيصا بالشعر، كيفاش لعبوا بهذا الحيل باش يبان شعرنا في مظهر زوين وفي ريحه زوينه. هاد الحيل صالحين بالنسبه للدراري والبنات، يعني انا هادشي اللي كندير صالحين للدراري والبنات، حتى الطياب راه صالح للدراري والبنات، غير بعض الدراري تيطيبوا بعض الدراري لا. المهم بلا ما نطول عليكم نخليكم مع الفيديو، ونتمنى انه يعجبكم وانا متاكده انه غادي يعجبكم، لان الحيل يعني تنعرف انا بزاف ديال البنات يقدروا ما يكونوش عارفينها وغزاله الشعر وكنوحلو فيها ولكن ما عارفينش الطريقه كيفاش. هلا شفت لكم الطريقه كيفاش، يلا بلا ما نطول عليكم شوفوا الفيديو. هاد الحيل هادو اللي نوريكم صالحين البنات وصالحين الدراري، يعني ماشي البنات بوحديتهم، يقدروا حتى الدراري يديروها، والمكونات ديالها موجوده في اي دار، يعني ما غاديش تحتاجي انك تخرجي وغادي تمشي تجيبيهم، يعني موجوده عند اي بنت. والدراري الا ما كانوش عندهم راه عند خواتاتهم، هادو ما تيخطاوش البنات. بالنسبه للشعر فاش كيكون بحال دابا مثلا تيزيد لينا دغيا، بالنسبه للبنات اللي كيزيد لهم الشعر دغيا، او بالنسبه للبنات فاش كيديروا السيشوار اي البروشينغ، وهذوك الزغيبات كيبداو يطلعوا لهم هكا، يعني واخا كتصوبي البروشينغ تيبقاو دوك الزغيبات باش نتفينا هكا ما كيبغيوش يهبطوا، او فاش كتصوبي البلاك كذلك تيبقاو طالعين شي زغيبات عندنا في الشعر ما كيبغيوش يهبطوا بتاتا، وشي شويه كيقنط هادشي البنات كيبغيو يهبطوهم بزز. انا جبت لك الحل ديال هادشي هذا كيفاش غادي دير لهم. اول حاجه كتشدي بودر اللي عندك، اي بودر عندك ديال كتستعمليه وكتشدي اللي باش كنديرو فرجو، هذه ما كنديرش بها، لي عندي خاصه يعني محطوطه جيت نخدم بها، انت الا ما عندك شي وحده زايده ديري هذه اللي كديري بها الفرجو. كنديرو شويه ديال البودر بحال هكا وكنجيبو بحال هكا وكنوريكم، وتمشيو للبلاصه اللي عندنا فيها الشعر طالع، يعني البلاصه اللي عندنا فيها دوك الزغيبات بحال هكا، وكنبقاو نضربو بحال هكا، ما عنديش يبقى هاد الشبيط اكيد. انا غادي نوريكم الطريقه بحال هكا، بحال دابا مثلا عندك الشعر هنايا طالع كنديرو بحال هكا وكنبقاو بحال هكا نمشطو بحال الطريقه اللي كتمشطي فيها بحال هكا، يعني انت غادي تخدميها مزيان كنبقاو نثبتو، ومن بعد ما تيبقى والو في الشعر، يعني تا دوك الزغيبات اللي تيكونوا طالعين تيهبطوا مستز من باباهم تيهبطوا صافي بحال هكا. هذه هي الحيله اللي كندير انا فاش ما كيبغيش يهبط ليا هكا الشعر، كيف ما قلت لكم لقيتها فاش ما كيبغيش يهبطوا ليا، يعني دوك الزغيبات وكنكون يعني زربانه باغا نمشي شي بلاصه او عندي شي حاجه، هذه هي الطريقه اللي كنبغي نجربوها البنات وحتى الدراري. بالنسبه للدراري يقولوا لي زعما حنايا ما عندناش مشكل بداك الشيء، ولكن كاين شي دراري عندهم مشكل في هذا الشيء. المهم جربوها بنات ودراري. دابا غادي ندوزو للحيله الثانيه، حتى هي رائعه بالنسبه للشعر. بالنسبه للحيله الثانيه اللي هي انا كنستعملها ديما ماشي فاش كنخرج، واخا في الدار كنستعملها غزاله، يعني اتعجبكم بزاف البنات. اول حاجه كنجيبو مشطه، يعني كتكون باش كنمشطو شعرنا خاصه ديال الشعر اللي كنمشطو بها حنا شعرنا ماشي ديال الدار، تكون خصيصه ديالنا. كنجيبو بارفان، يعني الريحه اللي عندنا الريحه اللي كتعجبنا حنا نديروها اللي كنرتاحو ليها هي اللي غادي نديرو، يعني كيكون عندنا بزاف ديال الروائح ولكن الريحه اللي كتكون قريبه لك بزاف، عندنا بزاف ديال الروائح ولكن تتكون واحد الريحه خصيصه يعني قريبه لك قريبه لك. المهم المهم كنشدو بحال هكا كنكرش الريحه على مشطه. كاين اللي يقول لي الريحه كدور الشعر، كدور الشعر الا رشيتيها مباشره على الشعر مباشره، اما انا كنرشها هنايا كنخليوها واحد خمسة ديال الدقائق ولا ما كملناش كاع بزاف واحد شويه، وكنبقاو نمشطو شعرنا بحال هكا غزاله، يعني هذه تصلح حتى للدراري والبنات تمشطو شعركم بحال هكا غزاله، يعني
كتبقى الريحه في شعركم، يعني كيف ما تحركتو كيف ما درتو كتبقى الريحه فيكم غزاله. جربوها وعادي تشوفوا، يعني على ضمانتي غزاله غزاله، يعني كيبقى تتبقى الريحه في الشعر غزاله. كنوع عندكم البنات عادي تعجبكم، يعني ماشي ضروري حتى نخرجوا عاد نديروها، حتى في الدار كتبقى غزاله. وكيف ما كتحركوا شعركم كيف ما درتو له ها المهم كيف ما تحركتو كتبقى الريحه في الشعر غزاله. نتمنى انكم تجربوها، نحط نشارك معكم من مور هذا الفيديو ان شاء الله. غادي نصور واحد الفيديو الكيراتين ديال الشعر غزال غزال. انا دابا البنات ما مصوبه شعري والله ما مصوبه، يعني شعر منتوش هكا، كاين اللي تيق كاين اللي ما تيقش ما عرفتش. المهم انا غادي نعطيكم واحد الكيراتين كنديرو من غير ما كندير بلسم، اكيد بلسم كنديروه من مور ما كنغسلو شعرنا، ولكن هذا الكيراتين غزال، الشعر كيرجعو حرير. وانا اصلا شعري دابا ما كنحسش به رطب رطب رطب، لان شعري انا كان رطب اكثر من هكا، خرجت عليه بالصبايغ والصبايغ كيخرجوا على الشعر. بالنسبه انا صباغ خرجت ليا على شعري، واصلا قلت لكم انا صباغ ما صرحاش ليا، وعطيتكم وصفه طبيعيه طبيعيه انكم تصبغوا بها شعركم، ما خصنيش نزرب طبيعيه انكم تصبغوا بها شعركم. ودابا غادي نعطيكم واحد الكيراتين غزال الشعر غزال، وغادي غزال وغادي تديو معايا فيه غزال، يعني تصالح لجميع انواع الشعر، واخا يكون شعرك رطب ديريه وغادي تلقاي نتيجه غزاله. المهم ان شاء الله فاش غادي نصور هذا الفيديو غادي نحطو، ما غاديش نغيب عليكم بزاف، هي انا قلت لكم غادي نحطو من مور هذا. الى ساعدتنا الوقت انتم كتعرفوا مع بين رمضان والشغالات تبارك الله لا انا حادقه، الى ساليت ان شاء الله نحطو غدا الى صورتو. المهم ونتمنى ان شاء الله يكون هادشي اللي كنعطيكم كيفيدكم، وانا اي حاجه عرفتها راه كنبارطاجيها معكم، يعني ما كنبخلش عليكم فيها، واي حاجه نفعتني اي حاجه نفعتني ولقيت عليها نتيجه راه كنبغي نشاركها مع البنات. وشكرا لكم، وشكرا للناس اللي كيديروا جيم، وشكرا للناس اللي جداد دخلوا مرحبا بكم والف مرحبا، وشكرا للناس اللي كانوا عندي شحال هادي حتى هما. نتاكم تقولوا لي واش صدقات معكم الحيله او لا، يعني انا متاكده غادي يعجبكم هاد الحيل. وشكرا لكم، ونتمنى ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد وفي حيه جديده ووصفه جديده. السلام عليكم.